صباح الفل والنشاط، صباح الحيويه، صباح كل حاجه حلوه على صباح البلد. فقرتنا الرياضيه النهارده مع كوتش حسام، هذه الفقره اللي احنا يعني بنتبهدل بنتمرن فيها. قبل ما تبدا شغلها كده لازم تاخد معايا ساعه تمرين هنا تخلص وبعد كده تبدا يومها بقى. طبعا جالنا اسئله كتيره جدا بخصوص الجيم والبيرسونال ترينر او المدرب البرايفت، عايزين نعرف ازاي نختار الجيم بتاعنا وازاي نختار. بيسالوا ليه فعلا، ليه احنا محتاجين مدرب ولا لا، واحنا بنروح الجيم بالظبط. الناس بتسال عايز تعرف بيختاروا الجيمات ازاي ونختار ازاي، يعني هي ده حقيقي. احنا عامه دايما احلى صباح طبعا لما بنشوفكم يعني، بس دايما بنكلمكم على ان انتوا موجودين في البيت وتمرنوا في البيت. في بعض الناس بيبقى عندهم المقدره ان هم يروحوا الجيم، طب لما نيجي نروح الجيم هنعرف نختار الجيمات بتاعتنا ازاي؟ هل اي جيم وخلاص؟ لا، بيبقى في اولويات. يعني رقم واحد بنشوف الجيم الاقرب للبيت، بس لو الاقرب للبيت دوت ما فيهوش الامكانيات والاجهزه اللي تساعدنا ان احنا نوصل للجول بتاعنا يبقى مش مهم ان هو يكون اقرب، ممكن نروح واحد ابعد بس يكون لينا تارجت. انا عايز مثلا اخس، فانا محتاج ان انا يكون في كلاسز مناسبه ليا، اللي هي التدريبات الجماعيه تبقى مناسبه ليا، الاجهزه تبقى الترتيب بتاعها يبقى في امان علشان ما يجيليش اي اصابات وانا بتمرن اكيد. فالمدربين نفسهم يكونوا جاهزين دايما ان هم يساعدوني، فلازم نتشاكل الحاجات ديت. طب بالنسبه كوتش حسام المدربين، لو انا عايزه يبقى في معايا مدرب برايفت بختاره على اساس فكره إيه؟ المدرب البرايفت يا فرح مش بس ان انا يكون حد موجود معايا بيديني تمرين. التمرين في ناس ممكن تجيبه من حتت كتيره جدا، بس هو بيعمل كاستمايز او تدريب برنامج معين للشخص ده. وكمان لازم احنا نتاكد ان الشخص اللي احنا بنتمرن معاه ده يبقى سيرتيفايد، معاه شهادات في التدريب. ممكن نشوف ليه قصص نجاح ان هو في صور بتاعت حد بيفور وافتر، ده بيفرق كتير في ان احنا يبقى عندنا الثقه في المدرب ده. ف انه احنا في الاخر نقدر نوصل للتارجت اللي احنا عايزينه. هو اصلا بيوصلنا للتارجت بتاعنا في وقت اقرب، وبيخف بيزود السيفتي عندنا في التدريب، وكمان بيدينا موتيفيشن. الحاجات ديت ممكن ما نقدرش نعملها لوحدنا. تمام. فانا اعتقد ان دي الحاجات ديت لو بدانا نفكر فيها واحنا بنختار الجيم او بنختار المدرب هتبقى سهل علينا ان احنا نوصل لاحسن نتيجه. اكيد اكيد. طيب